مشغول. المطعم ترى كلمتيهم؟ كلمت هشام، قال الحين نازلين. اي زين. والله كبرنا. الله يرحمك يا يباه. والله تمنيته يكون معاي واقف بالعرس. رحمة الله عليك. الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه إن شاء الله. عسى ربي إن شاء الله يعطيك طولة العمر وتشوف عيال عيالهم. آمين إن شاء الله. آمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا 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 ما تيبب. ما حياك ابوي، حياك يا بنيتي، حياك. صباح الخير يا ابوي. صباح النور. احلى صباح. ايه حق لها تدلع يا ابوي. ما شاء الله ما شاء الله. ما ايش فيك؟ ما تقول شيء؟ شوف الدلع ما شاء الله عليها بنت اختي ما شاء الله. اعطيني اعطيني ابوي، اعطوني الهديه بس. اي اي اعطيني الهديه. بنيتي جمان، هذه ابوي طبعا مو من قدرك، بس هذه هديتنا انا ويا خالتك سعاد، نقيناها نقوه ترى. ها ان شاء الله عاد تعجبك. تفضلي ابوي تفضلي. عليك بالعافيه تفضلي. اذا عجبتك قولي لنا. تسلم ايدكم، ما قصرتوا، احد تهب المشكورين وايد. عليك بالعافيه. عليك بالعافيه. شلون شوفتين المو؟ عليك بالعافيه. بس كنكم ناسين اليوم. سعدش يقول ناسي. يبقى أنت الخير والبركة. سادي عروستنا عاد وردة البيت. يلا أبوي حياكم. يلا مدري قلنا سمو بسم الله. سمو بسم الله. كثر ولهانة عليك وعلى سوالفك. والله أنا اللي بموت من الوله عليك. سامحيني جمان ما قدرت هي المطار. أي عادي أمري مسموحة. أبي ولدك، ولدك النزقة هذا وينه؟ نايم خليه فوق. سولفي لي شو أخبارك، صار ما صار. الإجازة بعد خيلي، ما عندي ولا إجازة بعد. بسم الله توش رادة من السفر مداج. حتى هشام من باكر لازم يرجع يداوم، يقول عنده شغلش كثر. سمحي ما تتخيلين ايش كثر تشكالي من هذه شهد. يقول مو هينه. انا ايش قالت لك من البدايه؟ انا قالت لك ما ارتحت لها. تقولي لي احنا اللي معاشرينهم. خليني ساكته بس. الله يعين امي بس، مسكينه كسره خاطري مجابلتهم. واي صدق الله يعينها. سبرايز. هلا 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 والله هلا. شخباري شخبارك يما حبيبتي. هلا يا بعد عمري. هلا حبيبتي. هلا يا عمري. ها 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 قاعدين مساسر ما ادري. الله يستر. يا عيارة شحق ما تقولين لك شيء. شنو هالزين؟ قلت عليك. شنو هالحلاك؟ تعالي تعالي. الزواج حلي. ادري ادري حامل وتعبانه بس ما يخالف ابي اختي بسالفه. ايش متوقع بدبي لو سمحتي؟ تعالي قعدي. شو اخبارك؟ شو مسويه؟ شو مسويه؟ الحمد لله. ها صغت عيالك. واي واي صغت عيالك. توك قاعده حبيبتي. اي حتى توني قاعده ما فيني شيء. انت انا لو ادري انت شايه شايبتهم الاغراض بالبيت. ايش سكتهم الحين؟ ايش سكتهم؟ قولي لهم قولي لهم يتلوم اشياء تهبل. صدق؟ اي والله. انزين يلا قولي لي سويتي ما سويتي، وين رحتي وين رديتي؟ هذا هاني مو ايش تبي؟ الله كنا شربه خد قاعده اتخذ. شنو هذا؟ يا حلوهم البنات. اللي طمنيني عن جمان شلونها بالسفره مع ريلها؟ ان شاء الله استانسوا. لا وايد مستانسين لله الحمد. الحمد لله. تعالي قريبه انت طالعه من لطوف على قولتك. واي سكتي وانا اختك. مليت من مجاب اللطوف، ومن يوم ما تزوجت هدى وانا طوفه تصدني وطوفه تردني، واليوم غصب يمر واحس ان الوقت شطوله ما ادري ايش اسوي فيه. زين انت ايش حكه ما تتعلمين شيء جديد؟ شيء مثل شنو؟ يعني هوايه كنت تحبينها من زمان تشتغلين فيها وفي نفس الوقت تستمتعين وانت تسوينها. زين كلامك عدل.
بشوري علي هواية مثل شنو؟ لا يعني مو يعني شيء مثل مثلاً أنت أنا حيدش تحبين تسوين حلو، إيش حاجة ما تفتحين محل حلويات؟ واي من نور مالي خلق مجاب الأكل وبلعة، وبعدين يعني مو ذيك الشطار عاد أنا بالحلو عشان أشتغل فيه. هي مو لازم، المهم الناس تحب تأكل تبلع. إنزين أنت شوفي شنو يعني ممكن يكون ببالك مثلاً تشوفين تقولين يا ريتني أنا كنت سويت هالشيء. أكيد يعني في شيء في بالك. تصدقين عاد وانتي تسولفين الحين ذكرتيني بشيء وايد احبه ومن زمان بخاطري اتعلمه واشتغل فيه. صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ تمام حبايبي؟ ها شلون سوسن؟ شلون الوالده؟ تمام؟ شلون صحتها حبيبي؟ يعطيك العافيه. يلا يعطيكم العافيه، الله يسلمكم. من انت؟ ايش قاعد تسوين هني؟